طيب في خبر كمان مهم جدا جدا عايز اتكلم عليه سريعا، وهو خاص بلاعب النادي الاهلي عمرو جمال. وعمرو جمال يعني من ضمن اصدقائي المقربين جدا جدا يعني، واللي بعتز بصداقتهم جدا. عمرو الكلام خلال الساعات الماضيه، خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا بالتحديد، ناس كتير قالت ان هو قعد مع مسؤولين في نادي الزمالك، لا كمان قالوا ان هو وقع على عقود الانضمام لنادي الزمالك. يا جماعه الكلام ده غير حقيقي اطلاقا اطلاق. نفسه مندهش جدا من هذه الاخبار. اللاعب نفسه لسه عنده سنتين في عقده، عمرو جمال لسه متبقي له سنتين في عقده، ازاي هيروح يوقع لنادي الزمالك يعني؟ كلام كله هدفه يعني ضرب استقرار الفريق. لعيب زي عمرو جمال لعيب مهم، بيصادفه سوء حظ رهيب خلال الفتره اللي فاتت باصابات وقرارات خاطئه هو في الحقيقه ممكن يكون خدها في انتقاله لبعض الانديه يعني. لكن عمرو جمال يا جماعه مكمل مع النادي الاهلي، الا اذا النادي الاهلي هو اللي ليه قرار اخر او هم يتوصلوا لاتفاق يعني. لكن لسه باقي له سنتين في عقده، والكلام ده غير حقيقي اطلاقا، وهي مجرد شائعات. واي حد يقول الكلام ده هو كلام غير حقيقي. وانا يمكن لما سمعت الخبر او حد كلمني من 3 ايام بالتحديد، فما خدتش اهتمام قوي بالخبر، لان انا يعني عارف انه صعب يعني الموضوع، يعني الموضوع لسه ناقص لك سنتين في عقدك هتروح تمضي ازاي يعني. وهو اصلا عمرو جمال بقاله 16 سنه في النادي الاهلي، قرار زي ده هيكون قرار صعب جدا جدا يعني، مش بالسهوله اللي الناس بتتكلم فيها دي يعني. فبالتالي هو مستمر مع النادي الاهلي لسه ناقص له سنتين في عقده، وهو ابن من ابناء النادي الاهلي بقاله 16 سنه يعني جوه القلعه الحمراء يعني. فاكيد نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه سواء مع النادي الاهلي او ان شاء الله كمان عودته للمنتخب المصري الاول خلال الفتره اللي جايه.